النتيجه ما كتعكسش الوجه الحقيقي ديال المنتخب الوطني المغربي. غير هو بالنسبه في عالم الفوتسال نتيجه 5-0 ماشي شي نتيجه اللي كبيره، راه نتيجه عاديه. وحنايا كيف كيعرف الجمهور المغربي القرعه اوقعتنا في مجموعه صعيبه وصعيبه بزاف، ومنتخب اذربيجاني راه منتخب قوي، وكيف كيعرف الجميع راه حنا كيف كيعرف الجميع باننا راه حنا لعبنا مع منتخب برازيلي ماشي منتخب اذربيجاني. يعني باش تلعب مع منتخب فيه 8 ولا 7 لاعبين برازيليين يعني الامور كتزيد تصعب اكثر. هذا هو اللي المشكل اللي وقع، والخلاصه ديال المباراه هي اننا حنا ما كناش في البيك ديالنا صراحه. وصراحه حنا استفدنا من ماتش شي حوايج، لاننا شي حوايج كنا درناهم وما خدمناهم مع السيشام وما درناهمش مزيان، واستفدنا شي حوايج انه مازال خاصنا حنا الخدمه، مازال خاصنا بزاف الحوايج ان شاء الله اللي نخدموا عليهم من هنا للقدام. وصراحه فيما كتلعب مباراه من هذا الحجم هذا كتستافد، يعني خصك تحاول تطور المستوى ديالك باش توصل لهذا المستوى هذا ان شاء الله. وصراحه الاصابه ملي كتشوف لاعب معك تدور تلقى انه ما قادرش يوقف غتاثر لك واحد شويه نفسيا، ماشي غير عليا، على جميع اللاعبين وعلى الطاقم التقني. ولكن الحمد لله دابا راه وصلتنا الاخبار بانه الحمد لله راه بخير. وصراحه راه غيكون اي واحد معك غادي تسمع لي شي حاجه خايبه ولا تشوف لي شي حاجه خايبه راه غادي تاثر عليك ضروري. يعني داكشي اللي كاين، حنا المنتخب الايراني ديجا واجهناه في 2012 وقمنا معاه بمباراه كبيره لولا كان الحكم اللي عطاهم ضربه جزاء اللي ما كانتش باينه. وحنا ان شاء الله الدراري عازمين باش يديروا مباراه اللي محيوا الصوره دي كيف قلتي ديال اذربيجان، الصوره السيئه اللي ظهرنا بها. وان شاء الله الدراري كاملين عندهم واحد العزيمه واراده قويه انهم تمرنوا وغادي يعاودوا يستعدوا ان شاء الله لمباراه ايران، وان شاء الله طلبوا من الله انه يكرمنا في هذه المباراه ان شاء الله. وكيف قلتي التجربه ديال كاس العالم راه حلم ديال اي لاعب في اي لاعب في اي رياضه يحلم يكون في بطوله كاس العالم. وحنا التجربه راه كي قلتي شنو التجربه بالنسبه ل 2012 ل 2016 يعني حتى كتستافد، يعني حنا المستوى اللي كنا فيه في 2012 ماشي هو اللي كنا ماشي هو اللي كنلعبوا فيه دابا صراحه. تقدمنا بزاف وزدنا حنا واحد الخطوات لقدام، وبفضل هذاك المشاركه ديال 2012 البطوله في المغرب تقدمات شويه، ولاو الفرق مزيانين، ولات البطوله الوطنيه غاده مستمره بشكل عادي من قبل ما كانت بحال ما هكا. هذو هما الاستفادات اللي تكون على الشخص انه هو تيطور راسو تيبغي يزيد لقدام، وتتكون تاع البلاد والبطوله ديالنا انها تطورات وزاد لقدام ولات احسن من كيف كانت 2012 وقبل.